معلقون على أعواد المشانق، متهمون مذنبون في نظر البعض، وأبطال شهداء في نظر البعض الآخر. ما يقرب من 1500 حكم نهائي بالإعدام صدرت في مصر خلال آخر 113 عاماً، بينهم حوالي 200 حكم في قضايا سياسية تنوعت بين الاتهامات بالاغتيال والتجسس والانتماء لتنظيمات غير شرعية، إلى جانب اتهامات بالإرهاب. فماذا نعرف عنهم؟ وكيف حكم التاريخ عليهم؟ حادثة دينشوال، حادثة شهيرة وقعت عام 1906 في قرية دينشواي بمحافظة المنوفية، عندما أخطأ مجموعة من الضباط الإنجليز الهدف أثناء صيدهم للحمام، فأصابوا امرأة مصرية وأحرقوا أماكن تخزين القمح، الأمر الذي أدى إلى مهاجمة الفلاحين لهم قبل أن يتمكن اثنان من الضباط من الفرار، ويموت أحدهما في طريقه بعد تعرضه لضربة شمس. عقد الاحتلال محكمة عرفية لم تستمر سوى 3 أيام، قدم إليها 92 من الفلاحين، وحكم على 36 منهم بالجلد والأحكام الشاقة، فيما أعدم 4 آخرون على مرأى ومسمع من القرية. قضاة المحكمة كانوا مصريين، حيث ترأسها بطرس غالي إلى جانب أحمد زغلول باشا الشقيق الأصغر للزعيم المصري سعد زغلول، فيما كان مدعي النيابة إبراهيم الهلباوي باشا الذي برأ الضباط الإنجليز من قتل السيدة المصرية، ووصف الاحتلال بأنه حرر المواطن المصري، فيما وصف أهالي دينشواي بأنهم سفلة وأدنياء النفوس قابلوا الأخلاق الكريمة للضباط بالعصي والنبابيت. اغتيال بطرس غالي. بعد حادثة دينشواي ب4 سنوات فقط، وتحديداً عام 1910، تمكن خريج الصيدلة إبراهيم الورداني من تنفيذ أول حادث اغتيال سياسي في تاريخ مصر، والذي استهدف رئيس الوزراء بطرس غالي بسبب مشاركته في محاكمة أهالي دينشواي وموافقته على تمديد امتياز شركة قناة السويس ل40 عاماً إضافية. الشاب ذو 24 عاماً درس الصيدلة والكيمياء في سويسرا وإنجلترا، وكان مؤيداً للحزب الوطني المصري الذي أسسه مصطفى كامل. أمام المحكمة اعترف بكل فخر بإطلاقه 6 رصاصات على رئيس الوزراء الذي وصفه بالخائن لوطنه، وشارك في الدفاع عنه أحمد بيك لطفي وإبراهيم الهلباوي الذي أعلن ندمه وتوبته عن المشاركة في محاكمة دينشواي، قائلاً إن المصريين احتقروا كل من شارك بها. المفتي رفض التصديق على الحكم بإعدام الورداني، ورغم ذلك تم تنفيذه في 28 يونيو عام 1910، وأصدرت الحكومة قراراً بمنع الاحتفاظ بصورته. اغتيالات سياسية. مجموعة فدائية من الشباب المصريين نجحت عام 1924 في اغتيال سردار الجيش المصري والحاكم العام للسودان السير لستاك، عندما ألقوا قنبلة على موكبه لحظة خروجه من وزارة الحربية، وأطلقوا 7 رصاصات باتجاهه. 9 متهمين قدموا للمحاكمة، وحكم على 8 منهم بالإعدام في 8 يونيو عام 1925. شاب مصري ينتمي للنظام الخاص للإخوان المسلمين، نجح في عام 1948 في اغتيال رئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشي، بعدما تخفى في زي أحد رجال الشرطة وأفرغ 3 رصاصات في ظهره داخل مبنى وزارة الداخلية. عبد المجيد أحمد حسن اعترف باغتيال النقراشي الذي كان المسؤول عن فتح كوبري عباس لإغراق طلاب جامعة فؤاد المطالبين بالجلاء، فضلاً عن اتهامه بمعاونة الاحتلال وحل جماعة الإخوان المسلمين، ليحكم عليه بالإعدام وينفذ فيه الحكم. إعدامات العسكر. بعد حركة الجيش في يوليو 1952 بأيام معدودة، وتحديداً في 12 أغسطس لنفس العام، تظاهر عمال مصنع الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، غير أن قوات الجيش تصدت لهم بعنف وقتلت واحداً منهم. عقدت محاكمة عسكرية لمئات من العمال في فناء المصنع،
قبل أن يحكم على اثنين منهم بالإعدام، هما مصطفى خميس 19 عاماً ومحمد البقري 17 عاماً، ونفذ الحكم فيهما في 7 سبتمبر عام 1952. شهادات أعضاء مجلس قيادة الثورة جاءت بعد ذلك ببراءة الشابين، وذكر محمد نجيب أنه التقى بهما وأعجب بشجاعتهما، لكنه صدق على قرار إعدامهما تحت ضغط وزير الداخلية وقتها جمال عبد الناصر لمنع تكرار مثل هذه الأحداث. الحدث بتاع كفر الدوار كان نقطة بداية، إذا لم يحسم كان ممكن يتكرر في أكثر من موقع ويضع الثورة في أزمة شديدة جدا. بعدها بعامين تعرض عبد الناصر لمحاولة اغتيال عرفت باسم حادث المنشية، ورغم تشكيك البعض في فبركتها، غير أن مجلس قيادة الثورة وجه أصابع الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين، وقدم عددا من أعضائها وقادتها لمحكمة الشعب التي حكمت بالإعدام على 7 منهم، قبل أن يخفف الحكم عن مرشد الجماعة وقتها حسن الهضيبي، وينفذ في كل من عبد القادر عودة ومحمود عبد اللطيف ويوسف طلعت وإبراهيم الطيب وهنداوي دوير ومحمد فرغلي. عبد الناصر شن حملة أخرى ضد الإخوان عام 1965، واعتقل عددا كبيرا من أعضاء الجماعة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، ليقدموا إلى محاكمة عسكرية حكمت على 7 منهم بالإعدام، قبل أن يخفف الحكم عن 4 منهم وينفذ في 3 آخرين، هم سيد قطب ومحمد يوسف هواش وعبد الفتاح عبد إسماعيل، في 29 من أغسطس عام 1966. اغتيال السادات. مجموعة من ضباط الجيش يحملون أفكاراً جهادية اغتالوا رئيس الجمهورية أنور السادات في 6 أكتوبر عام 1981 بسبب توقيعه على اتفاقية السلام كامب ديفيد وزيارته إلى إسرائيل، ليحكم على 4 منهم بالإضافة إلى منظر الجهاد محمد عبد السلام فرج بالإعدام، وينفذ الحكم في 2 منهم هما خالد الإسلامبولي وحسين عباس رميا بالرصاص، فيما نفذ الحكم شنقا في كل من عبد الحميد عبد السلام وعطا طايل ومحمد عبد السلام فرج.